صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. بتمنى انه تكونوا عم تمضوا برفقتنا اجمل الاوقات. حن موعدكم مع ايت سمارت، واليوم رح تكون معي نتالي ياغي، واليوم يعني اعياد شوكولا سكر وهيك من قريبه. هلا هيدا موضوع ما حبيتي بعرف. لا انه هلا لانه الكل بيفلتوا، يعني ما لازم اكيد، بس لازم نعرف حدودنا كم كمان يعني. هلا هيدا موضوع صباحه. لازم دائما نفكر فيه ولازم دائما لايف ستايل. مزبوط. ذكر المشاهدين انه بدنا نضلنا حتى بفتره الاعياد ننتبه على كميه السكر. مزبوط. اللي بنتناولها، لانه السكر موجود بماكولات اوقات ما بنتوقع انه نشوف السكر فيه، مثل الماكولات، بعض الماكولات المالحه الى اخره، بدون ما نعرف انه هو اللي بيحتوي على سكر. والسكر اكيد مضر للصحه، خاصه انه استهلاكنا للسكر كثير عالي اكثر من ما الجسم ممكن انه يتحمله. اكيد ما عم نحكي عن الاشخاص اللي بيعانوا من مشكله سكري، او اشخاص عندهم ارتفاع بالتريجليسيريد او غير مشاكل صحيه، عم نحكي عن الشخص اللي صحته منيحه واللي بهمه انه تضل صحته منيحه، بده ينتبه على كميه السكر اللي عم ياخذها خاصه بفتره الاعياد. هلا حلويات ما رح كثير نقرب عليهم، لانه الحلويات نعرف انه فيهم سكر، صح؟ مزبوط. سو هالانواع من المأكولات، واذا قربنا ما فوالا تنقرب عليهم شوي، هالمأكولات هي كرمال تنضلنا نقدر ننتبه على كميه السكر اللي عم ناخذها، وما كثير نحرم حالنا، لانه بالنهايه النظام الغذائي المتوازن منه يعني ما اكل ابدا سكر. اعرف شو الكميه اللي عم باخذها ويكون في حدود لهالكميه اللي عم باخذها. دونك نسبه الحلويات عاده بالاجمال لازم ما نتعدى الحصه يوميا بفتره الاعياد، واذا فينا اقل بيكون افضل، نستبدلها بالفواكه. ما رح نقول هيدا النوع مش هيدا النوع، لانه أوكي. تقريبا كلهم بيحتووا على معدلات بين الشيء بيوازي تقريبا الخمسه اوقات اكثر ملاعق سكر بالحصه. سو خلينا نقول نحن بفترة الأعياد كرمين تنضلنا محافظين على النظام الغذائي تبعنا، على كمية السكر، على الوحدات الحرارية، وعلى صحتنا، لازم ما نتعدى حصة الحلويات. عم نحكي نحن كيك، بيوش، هلا الشوكولا اللي عم نحكي عنه، الشوكولا والحلويات اللي الحصة عادة ممكن انه تكون اصغر من حصه الجاتو او يعني الديسير اللي بيكون فيه نسبه سكر كثير عاليه. بس المشكله انه بهالاعياد ناتالي بنروح بضيفونا، يعني نحن بنعمل ديسير او بنشتري، صح، بنستحلي، يعني الواحد اذا قاعد بالبيت بيفوت على المطبخ بيقول انا باخذ حبه باخذ، يعني بس بدنا ننتبه لشغله، الواحد وقت اللي بده ياخذ ياكل شو ما كان، ان كان اشياء حلوه وكمان الماكولات المالحه اللي ممكن انه تكون فيها نسبه سعرات حراريه عاليه. مزبوط. لازم دائما نسال حالنا، يا هل ترى نحن عم ناكل لانه جوعانين ولا لانه زهقانين ولا لانه منحب؟ هلا منحب، خلينا ننطر تنكون شوي جوعانين وناكل هالشغلة اللي نحن حابين انه ناخدها، لانه وقت اللي نبلش نحس بالجوع يعني هيدا دليل انه نحن بحاجة انه ناكل. والسكر بجوع، هيدا موضوع تاني هلا بنحكي عنه، كل ما اكلنا سكر زيادة كل ما جعنا اكتر. مزبوط. وكل ما طلبنا سكر اكتر، ولكن بتضل وطئة استهلاك هالمأكولات الحلوة اقل اذا نحن اكلنا وقت اللي كنا جوعانين. وانا بعتقد بفترة الاعياد كتير اشخاص بياكلوا لانه جاي عبالهم، لانه في تمتيشنز، في كتير اشياء يمكن بيحبوها. خلينا نخلي هالشغلة اللي نحن منحب ناكلها لوقت نحن نكون جوعانين. أوكي. هيك اول شيء ممكن انه هي تكون بديل يمكن لوجبه اكل اذا كثير حابين انه ناكلها، وبنفس الوقت بنكون كمان حدينا من كميه السكر اللي عم نحكي عنها اللي لازم ما نتعديها. هلا شو هي كميه السكر اللي كل شخص منا ما لازم يتعديها؟ هلا اكيد الكميات بتختلف بين نحن قد ايه بنعمل حركه، نحن والاعمار والاشخاص، عمرنا، نحن اذا كان عندنا مشاكل صحيه ثانيه، ولكن أكيد. بالاجمال عند السيدات ما لازم تتعدى كميه حوالي 5 إلى 6 ملاعق صغار سكر يوميا او ماكولات تحتوي هالكميه هاي. عند الرجال كميه اكبر، تقريبا عم نحكي نحن هون بين 8 و9 ملاعق سكر، عم نحكي هذا الماكسيموم، يعني ما لازم نتعدى. كم جرام بيعملوا ناتالي اذا بدنا نقرا على هلا
اذا بدنا نحكي عن الماكولات اللي بنشتريهم بالاجمال، شو هي المنتجات الغذائيه اللي بنقول انه هيدي ما فيها نسبه عاليه من السكر؟ عاده المأكولات اللي بتحتوي تقريبا 5% من وزنها من السكر، عم نحكي هون السكر المضاف، وهون بدنا نميز بين السكر المضاف يعني اللي هو من زيد على المأكولات بالإجمال، والسكر اللي موجود طبيعيا بالمأكولات. يعني بعطيك مثل اللبن، الحليب، خلينا نعطي مثل الحليب. الحليب هو طبيعيا بيحتوي على لاكتوز، بيحتوي على سكر، ولكن هيدا السكر مش يعني لازم انا اتجنبه، نحن لازم نتجنب السكر المضاف. وهلأ كل المنتجات الغذائية عم بحطوا شو هي كمية السكر اللي منزيدة على المنتج الأساسي. يعني إذا عم نحكي عن الحليب، إذا كان فيه سكر مضاف فوق تقريبا 5 جرامات لل 100 جرام، يعني هيدا بيكون فيه نسبة عالية من السكر المضاف. أوكي. هلأ هيدا إذا عم نحكي نحنا 5 جرامات، يعني هيدا تحت 5 جرامات هي كمية منيحة. أوكي. فوق 20 جرام هون عم نحكي بالمئة جرام، عم نحكي هون أكيد عن كمية كتير عالية، يعني أوكي. هو كونسنتري بالسكر. هيدا بدنا ننتبه قدي عم ناخد، شو حجم الحصة اللي عم ناخد منها. يعني فينا أوكي. إذا كتير حبين هالنوع من البسكوي أو من الحلو ناخد كمية أقل أوكي. بس هيدا ما بيعني أنه المأكولات اللي فيها تحت 5 جرامات فينا ناكل قد ما بدنا، لأنه زي ستاك أب أكيد 5 ساعة صاروا 20 exactly. سو ننتبه أنه الكمية اللي عم ناخدها، ما نمنع حالنا أكيد، ولكن ننتبه على شو عم ناخد. خليني ستيفاني هيك أحكي عن بعض المأكولات اللي أوقات كتير ما ننتبه انه بتحتوي على السكر، ولكن هي بتكون فيها مختفية. اول شغلة لازم ننتبه لها هي الصلصات اللي منزيدها على الاكل. بنعرف صرنا انه الكاتشب يحتوي على سكر، بس كمان الصلصات مثل الصلصات الحر، السيراتشا، هالانواع من الصلصات اللي بتعطي نكهة للاكل، الباربيكيو صوص. في ناس بيشتروا كمان صوص للسلاد. إيه؟ هلا رح نحكي هولي عن الصوص السلاد، مزبوط. دونك هولي بيحتوى على سكر، نحن بس ندوقهم يا بيكونوا حامضين يا بيكونوا مالحين، دونك نحن ما بنفكر انه هولي مصدر كتير مهم للسكر، خاصة إذا نحن أشخاص ما بنطبخ وعنا ميول إنه نستهلك هالأنواع من الصلصات. مثل ما قلتي كمان صلصات السلطة اللي عادة بيكون فيها خل، حامض، زيت، ما بنتوقع إنه كمان بيحتوى على سكر، لأنه بس نخبر المشاهدين توازن الطعمة بالإجمال لازم يكون فيها هالخمس طعمات، يعني السكر الحلو، المالح، المر. أوكي، هالكومبينيشن بتعطي بتجذب يعني الطعمة وبتصير أطيب، وهيدا أكيد بدنا ننتبه له. نحن أوقات بالبيت منزيد شوية عسل، منزيد ميبل سيرب تنغير الطعمة كمان. صح صح. شو فينا نزيد يعني قديه فينا نزيد نحط سكر تنغير طعمة هاي الصوص؟ في شغلتين بدنا نحكي عنهم. أول شيء وقت اللي نزيد عسل أو ميبل سيرب، أو هلأ صار كمان دارج الكوكونات شوغر، في عدة أنواع مصادر للسكر. الجسم ما بيعرف انه هيدي ناتورال اكثر من هي. بالنسبه للجسم السكر سكر، كل المكونات اللي بتخلص بأوز، يعني سكروز، فركتوز، ديكستروز، حتى يعني وقت اللي شوغر نحكي ألكوهول. عن مش شوغر الكحول، الكحول الشوغر الكحول بيخلص بأول. اول اوكي اوكي اوكي. الشوغر الكحول هيدا غير شيء، يعني نحكي عن كل المكونات اللي بتخلص بأو اس او او اس اي اوز. عادة هول بيكونوا simple sugars، وهول بيكونوا منضافين على المأكولات. الكورن سيرب نحن بنقول هيدا درة منه مهم، بس هيدا بالنهاية سكرالوز. لا، أعطيتي مثل غلط. السكرالوز هو صحيح نوع من السكر بأوز، بس هذا الوحيد اللي الجسم ما بيمتصه. نحن قلته مزبوط. السكرالوز هو ما بيمتصه الجسم. هيدا محلي اصطناعي عادة يستهلك، هيدا الجسم ما بيمتصه، بس بقية المكونات عادة بيحتووا بيكونوا هن سكر مضاف، وهن هو اللي أكيد بيكونوا لازم نتجنبهم. ممكن عم نحكي أنه حتى العسل هو سكروز، بس ولكن inverted sugar.
مشان هيك نحن لازم حتى المكونات الطبيعية، لأنه نحن بس نسمع طبيعي بنقول خلاص هيدا طبيعي فينا ناخد منه، حتى العسل، حتى النوع السكر اللي مصدره كتير نحن بنقول عنه أنه طبيعي، هيدا كمان السكر الجسم ما بيميز بين شو مصدر السكر، سو هيدا كمان بدنا ننتبه قدي عم ناخده، خاصة هلأ مع الجريبات الناس بتصير تستهلك سكر وعسل بالأخص أكتر، ننتبه أنه نحسب له حساب بنظامنا الغذائي ما يكونوا إشياء يعني زيادة عن ما نحن معودين أنه ناخد. بعد في دقيقة ناتالي كنا عم نحكي عن سألتيني بشو فينا نستبدل بالصلصات إذا بدنا نزيد وننكه هالأنواع من الصلصات. عادة وقت اللي نحط حامض وخل نحط شوية بلسميك فينيجر، صحيح فيه وشوية سكر ولكن كميته لأنه بيعطي نكهة قوية، نستعمل الأنواع السكر اللي فيهم نكهة قوية، يعني عم نحكي نحن هون عن العسل، عم نحكي إذا بدنا نحط بس سكر مش محل اصطناعي فينا نحط سكر طعمته أقوى بحلة أكتر من السكر، نو بنستعمل كمية أقل، الدبس بحلة أكتر من السكر، سو كمينة هو اللي ممكن أنه نزيد سكر ولكن بكمية قليلة. فينا ناكل سكر ولكن بكمية قليلة، انتبهوا على الكمية اللي عم تاخدوها. أوكي، ثانك يو ناتالي على هالمعلومات، هاف ا نايس داي لإلك وللمشاهدين كمان. مشاهدينا وقفة ومنتابع.